اهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من اليمن اصل الحكايه. لازلنا في الحديث عن اليمن وصراع البحار وفي زاويه البحر الاحمر تحديدا. من الناحيه العسكريه البحر الاحمر نظرا الى موقعه بين اخطر مناطق الصراع الدولي في الشرق الاوسط والقرن الافريقي والخليج العربي اصبح حلقه وصل بين جميع تلك المراكز الاستراتيجيه وتحول مصدر من مصادر الصراعات الاقليميه وربما الدوليه. البحر الاحمر يشكل من ناحيه الجغرافيا السياسيه همزه وصل بين الأساطيل البحرية في البحر المتوسط والمحيط الهندي، وتشكل جزر البحر الأحمر قيمة استراتيجية مهمة جدا بالنسبة إلى الدول المطلة عليه، ولعل أهميتها تكمن في انتشار ومواقع بعضها وبالذات تلك المطلة على مداخل البحر حيث يمكن استخدام معظمها لأغراض عسكرية. هناك سباق محموم لتوسيع النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي في البحر الأحمر تعزز بالتوجهات الصينية الجديدة التي توجت في بكين بانعقاد مؤتمر. هذا المؤتمر ضم مسؤولين وزعماء أكثر من 130 دولة وحمل تحت شعار مهم جدا، حزام واحد وطريق واحد. الطموحات الصينية بإحياء طريق الحرير والبخور البرية والبحرية في جنوب شرق آسيا وأوروبا والمشرق العربي وأفريقيا فتح الباب واسعا لمزيد من التنافس والنفوذ للسيطرة على موانئ شرق أفريقيا والبحر الأحمر بالنسبة للدول العربية. الإمارات والسعودية لم تتأخر عن محاولة تعزيز الحضور في البحر الأحمر على حساب اليمن وشرق أفريقيا. تحاول السعودية تعزيز نفوذها في البحر الأحمر من خلال الاستثمار في جزيرة صنافير وتيران، وتهدف بذلك لإنشاء جسر بري يربط بين سيناء والموانئ المصرية بالأراضي السعودية، معلنة عن نيتها استثمار حوالي بحسب التقديرات الأولية 25 مليون دولار في مدن القناة وسيناء بحسب ما تم إعلانه. الحرب في اليمن فتحت الباب لصراع البحار وتعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي، وبالذات طامعين إلى تحقيق إطلالة على مضيق باب المندب وعلى الطرق البحرية المهمة، وتنوي السعودية الاستثمار فيها لتشمل الصومال وأرتيريا وجيبوتي. الحضور الاقتصادي والسياسي بات مهما في شرق افريقيا ليرتفع مع حجم التبادل التجاري مع دول شرق افريقيا وعلى راس اثيوبيا الى مستويات جديده، يعني بلغت نحو 120 مليون دولار خلال العام الماضي. تم اطلاق اعلان المنافسه بين الحلفاء، وهذا امر لا يختلف عن التنافس الصيني الهندي على القاره الافريقيه بهدف تعزيز الحضور والاستعداد للمرحله والحقبه الاقتصاديه الجديده المختلفة تماما. المنافسة على البحر الأحمر والموانئ تأثرت بأجواء الحرب والصراع في اليمن، وبدأت تركز على بناء القواعد العسكرية في جيبوتي وأرتيريا والصومال. العلاقة بين أثيوبيا والسودان وغيرها مهمة في هذا المسألة، وبالذات دول القارة الأفريقية ولها علاقة باليمن. الإمارات شاركت بشكل فعال في محاولة السيطرة على الموانئ اليمنية لتعزيز الحضور الاقتصادي وإحياء الطرق التجارية. تعد المسألة الأهم في المعادلة الاقتصادية الجديدة الأخذ بالتشكل بشكل مختلف. الصين تسعى بحسب التقديرات الأولية إلى استثمار ما يقارب 120 مليار دولار في مشروعها الجديد المعروف بحزام واحد طريق واحد. استثمارات بحسب متابعين ستقفز خلال السنوات المقبلة إلى نحو 700 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا بحسب التقديرات الأولية. ستنال فيها الطرق البحرية والموانئ المتجهة إلى القارة الأفريقية أهمية كبرى، خصوصا إذا علمنا أن حجم التبادل التجاري بين القارة الأفريقية والصين قفز إلى ما يزيد على 150 مليار دولار بعد أن كان لا يتجاوز المليار الواحد في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، وهذا أشعل منافسة اقتصادية قوية مع الهند وأمريكا والقارة الأوروبية. فالهند قفز تبادلها التجاري مع القارة الأفريقية هي الأخرى إلى نحو 72 مليار دولار، في حين أن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من وقف المد الصيني وتطوير علاقتها التجارية مع القارة السمراء، رغم أن تجارتها الأفريقية تجاوزت 200 مليار دولار، وهي فجوة أخذة في التقلص والتآكل لمصلحة الصين، فاتحة المجال لنشاط أمريكي مستقبلي يعز الحضور في غرب أفريقيا وينشط الممرات البحرية والموانئ الغربية، بل يسعى إلى الانفتاح على شرق أفريقيا من خلال الانفتاح على السودان ورفع العقوبات عنه.
وما يجعل هذه القفزات الهندية والصينية من الناحية الاقتصادية بداية قوية. الحقيقة الاقتصادية ستنعكس على واقع الممرات البرية والبحرية التي تمر بالعالم العربي وفي اليمن، بدءا بالخليج العربي إلى بحر العرب إلى البحر الأحمر. التطورات الاقتصادية الجديدة حفزت السعودية وإيران وباكستان وتركيا إلى أن تحضر في هذا المجال. هذا حضور سياسي وحضور عسكري، ويقابله جهود أيضا وتحركات إيرانية محمومة وبالذات في أرتيريا واليمن عبر جماعة الحوثي. إلا أن السعودية من خلال إطلالتها على البحر الأحمر وخوضها صراعا عسكريا في اليمن قد يمكنها من تعزيز نفوذها في شمال البحر الأحمر، ولكن على حساب اليمن. هي أيضا تمتلك من ناحية الجغرافية تمتلك ميزة جغرافية تسعى من خلالها إلى مد نفوذها عبر البحر الأحمر، وتركز بشكل أساسي على باب المندب وانتهاء بقناة السويس. التطورات الجيوسياسية الحاصلة على صعيد انتقال مركز الثقل الاقتصادي نحو الصين والهند وجنوب شرق آسيا فتح الباب واسعا للتنافس السياسي والاقتصادي، خصوصا في البحر الأحمر وشمال أفريقيا، معيدا إلى الأذهان الصراع الفرنسي البريطاني على قناة السويس والممرات البحرية، وبالذات تلك التي كانت تتجه نحو شبه القارة الهندية. الهند لا يقل اهتماما عن الصين في القارة الأفريقية، بل إن الهند ذاتها أبدت قلقا من المشاريع الصينية عبرت عنه من خلال انتقاد العلاقات الاقتصادية المتطورة مع باكستان، علاقة الصين باكستان، والتي شملت استثمارات مهمة جدا في الحزام الاقتصادي والطريق التجاري الجديد. هذه المسائل فاقت نحو 40 مليار دولار، أمر حفز باكستان نحو تطوير موانئها مع إمكانية انخراطها بشكل أكبر في أمن بحر العرب والبحر الأحمر وحتى المحيط الهندي، وهذا ظهر في الأزمة اليمنية. الصراع في اليمن بات جاذبا لكل المتنافسين الاقتصاديين والراغبين في الاستفادة من العملاق الصيني المتصاعد، والمراقبين لانتقال مركز الثقل الاقتصادي والسكاني إلى القارة الآسيوية. هذه مسألة تظهر على شكل تذبذبات قوية في صياغة المشهد الداخلي والتحالفات السياسية في المنطقة. إيران بدأت تضع مخالبها في اليمن، وكذلك الحال سيكون أيضا في المنطقة. اليمن والقرن الأفريقي سيكون بالنسبة لباكستان وتركيا. الإمارات العربية المتحدة بدأت أكثر انخراطا على حساب اليمن في صراعات البحر الأحمر وممراتها المائية، مشعل بذلك التنافس بين الحلفاء والأصدقاء، وهذه المسألة لا تقل خطورة عن التصارع مع الأعداء والمنافسين. إيران على سبيل المثال لا يتوقف حدود طموحها عند اليمن عبر جامعة الحوثي، بل من الواضح أنها تفكر في كيف تجد شراكات اقتصادية مع سلطنة عمان عبر مد انبوب الغاز إلى الموانئ العمانية، مستفيدة من النشاط البحري الصيني والتوجهات السوقية الجديدة التي بدأت بتنويع خياراتها والاقتراب أكثر من مناطق الثقل الاقتصادي. هي خارطة اقتصادية جديدة ترسم، الصين عنوان هذه الخارطة الجديدة. تتركز هذا الخارطة الاقتصادية في جنوب الكرة الأرضية التي باتت جاذبة لاهتمام كثير من الدول. هذه الجاذبية التي تحصل في جنوب الكرة الأرضية بدأت مولدة للتنافس، وأيضا ستولد عبر هذا التنافس صراعات جديدة يتم تغليفها بتوجهات ثقافية، يتم تغليفها بعناوين كثيرة. هذه العناوين بعضها لم يعهد العالم في فترة الحروب الأوروبية الكبرى، الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة. في ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، البحر الأحمر، شرق أفريقيا، اليمن باتوا في قلب صراع البحار، وبالذات أن هذه المناطق تحوي ثروات وموانئ وقدرة على التواصل مع البر الأفريقي، تزداد أهمية وثقل هذه المسألة من الناحية السياسية في رسم المرحلة المقبلة والسوق الجديدة وسياقة علاقة الدول الاقتصادية والسياسية ومصالحها في الأمد المتوسط وفي الأمد البعيد وربما في الأمد القريب. صراعات ستحول البحر الأحمر إلى ساحة للتنافس بين القوى الإقليمية والدولية، وعلى اليمنيين أن يتنبهوا لذلك. فبعد أن كانت الهند جوهرة التاج البريطاني سببا في شق قناة السويس وإشعال الحروب، فإن توجهات الصين الجديدة والهند نحو الأسواق الأوروبية والقارة الأفريقية على وجه التحديد يعيد للبحر الأحمر أهميته
ويعيد ألقى من ناحية الجغرافيا السياسية الحساسة، وأيضا ويعيد ألقى الاقتصادي، ويكشف بذلك عن خفايا، ويكشف بذلك عن كنوز جيوسياسية لها علاقة مهمة جدا في رسم المعادلات السياسية بين الأعداء والأصدقاء والحلفاء. للتوسع هنالك كتاب الصراع على البحر الأحمر حقبة ما قبل العام 1980، أعده العميد الركن دكتور محمد صبحي الحجار. مادة أيضا مهمة لحازم عياد تتحدث عن خفايا الصراع في البحر الأحمر. نذهب إياكم لمشاهدة مناظر من البحار اليمنية مصحوبة بأغنية شي معك لي أخبار، وهي أغنية من التراث العدني. ودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة. بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على حضارة حمير وسبأ.